مثلا انا بدي اغير نفس الشيبس، تمام. هلا هون هون الاوت البيت مثلا بدي اياه سميك لإله، تمام. بدي يكون لونه مثلا، شايفين عم بتغير لون، بدي يكون اللون اصفر، شايفين. بدي اياه يكون متقطع، يمس كلهم نفس الاشي، تمام. مور لاينز، يعني انا هم راح اختار، يعني اذا بدي مور لاينز او اشي متقطع، تمام. بدي افكت لإله، تمام. مثلا انا بدي 3D يكون لإله، بدي اياه هيك، ما راح تبين معانا. بدي له شادو، تمام. هي الإفكت راح تبين معنا، شايفين كيف بينت معانا الإفكت. لاحظنا مثلا بدي أغير مثلا هذا اللون، باجي بحدده، فلاحظ لاحظوا لما حددت هذا، تحدد هذا معه وهذا معه وهذا معه، صح. وباجي من هون بغير، بدي أغير التكست، باجي بحدد التكست وبروح على التكست، سواء كان كلام حروف عربية إنجليزية أو كان أرقام أو كان رموز، تمام. هلا مثلا أنا بدي أغير أسماء هدول، خالد، نور، شايفين طلعوا كلهم بنفس البوردر بإطار واحد. باجي مثلا بدي أختار لون أزرق، بدي أعملهم، أو بلاش أعملهم لون أورنج، تمام. إذا بتلاحظوا هذا الإشي. هلا أنا كيف بدي أشطبها؟ باجي بحدد الرسمة من برا، تمام. فعلا صح، بكبر وبصغر كمان، ما ننسى بكبر وبصغر زي ما بدي، شايفين. واخر اشي لما اجي بدي اشطب بحدد وبعمل ديليت من الكيبورد، تمام. وهذا درسنا اليوم يا سادس، اخذنا عن قائمة انسيرت، اخذنا بالانسيرت كيف ادخل بيكتشر، البيكتشر تكون موجودة على الجهاز او على الستورج ديفايس الموجودين عندي، وحدات التخزين. هلا اذا ما كانت البيكتشر موجودة عندي لا على الجهاز ولا وحدات التخزين، بقدر انزلهم من صفحات الويب من الانترنت. كيف ادخل الشيبس، تمام، والاشكال، كيف ادخل سمارت ارت، النماذج الهيكليه، تمام. وفي عندي التشارت، بيكون دائما رسم البياني بيكون مربوط بجدول اكسل. هذا الاكسل انا بدخل فيها تقييم او بعمل عمليات مقارنات عشان اطلع نتيجه من خلال رسمه، تمام. وهذا درسنا لليوم يا سادس، بتمنى لكل حدا عنده جهاز انه يا مسي يطبق، والواجب اللي اخذناه المره الماضيه الكل يطبق ويبعت لي اياه. إذا ما كان نازل بالواجبات يا ريت تبعتولي إياه على الخاص، ويعطيكم ألف عافية.